صبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء دائما من الميادين وفيها. صواريخ المقاومة في لبنان تثبت معادلة الردع مع الاحتلال، واشنطن تشدد على الحفاظ على الهدوء، واحتفالات في مناطق لبنانية بعودة المقاومين سالمين. طائرات الاحتلال تشن غارات فجرا على شمال القطاع، قطاع غزة والمقاومة تتصدى، والفلسطينيون يشيعون شهيد الاعتداءات الإسرائيلية في بيت جنوب نابلس. سنتؤكد نقل القوات الأمريكية العشرات من مسلحي داعش من سجون قصد إلى قاعدة الشداد في الحسكة، من بينهم مسؤول تجسسي وخبير متفجرات. استمرار المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في أكثر من 15 محافظة، وكابول تعلن مقتل حاكمي ولاية تابعين للحركة مع المئات من عناصرها. وفي النشرة أيضا، الرياح تغذي حرائق الغابات في اليونان اليوم الرابع، وفرار الآلاف هربا من لهيبها. أهلا ومرحبا بكم، نستهل النشرة من لبنان، حيث يسود الهدوء الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد تطورات الأمس. وقد نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مقطعا مصورا يظهر إطلاق عشرات الصواريخ من راجمة تمركزت في منطقة حرجية باتجاه مزارع الشبع المحتلة، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. جمال الغربي والتفاصيل. بتوقيت المقاومة جاء الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، صدية صاروخية استهدفت محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبع اللبنانية المحتلة، ردا على غارتين استهدفتا أراضي خالية في جنوب لبنان. المقاومة منعت تغيير قواعد الاشتباك القائمة على معادلة القصف بالقصف. أسهم رد المقاومة في طمأنة أهالي الجنوب أن لهم من يحميهم ويمنع عنهم العدوان. نحن ما بنخاف من جيش إسرائيل، طول ما عندنا المقاومة لا هي ولا جيشها بتخوفنا. نحن واثقين من مقاومتنا ومش خايفين من العدو الإسرائيلي ومتشبسين بأرضنا. مدفعية الاحتلال قصفت مناطق حدودية خالية في مزارع شبع وتلال كفرشوبة. عاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية وغابت التحركات العسكرية لقوات الاحتلال على طول الحدود. نحن الحمد لله ما بنفزع، ولا فزعنا بالزمان ولا بالمستقبل حنفزع ولا هلا ما بزين. نحن بالعكس تفرجينا وضلت حياتنا عايشين عادية، يعني اللي ضل بيشغله بيشغله، اللي ضل بقهوته اللي ضل بيعمله. هذا الخط نحن ماشيين عليه، هذا النهج هو نهج الإمام الصادق، اللي نحن كلنا بإذن الله ماشيين على هذا النهج. يعني اليوم المقاومة بهذا الرد أثبتت شغلة، إنه اليوم إذا ضربت ما أزد، لا لأنه الإسرائيلي لما ضرب ضرب بأرض فلاحة مثلا، نحن ضربنا هيك، عندنا معادل تضربوا هون نضرب هون، تأذوا عندنا واحد نأذي بإذن الله 10 عندكم. الترقب يبقى سيد الموقف هنا، ماذا بعد الرد على الاحتلال وماذا في جعبة المقاومة من مفاجآت؟ ما بين محاولات إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة مع حزب الله ورد المقاومة اللبنانية، فشل جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تقدير قوة المقاومة وحمايتها لسيادة لبنان. جمال الغربي، لخيام جنوب لبنان، الميادين. هذا وعمت الاحتفالات برد حزب الله عددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. وخلال استقبال عدد من المقاومين المشاركين في عملية الرد، رفع علم فلسطين وراية حزب الله على وقع الهتافات المؤيدة للمقاومة، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هيات من نفس الله، هيات من نفس الله.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد للميادين أن حزب الله التزم علنا بأن الاعتداء على لبنان يعني أن يقابل بالرد المناسب، مضيفا أن على إسرائيل أن تفهم أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفي حساباتها فيها وليس محلا لتختبر قدراتها فيه. بالنسبة للأحداث التي جرت اليوم في لبنان، فقد اعتدت إسرائيل أمس وقصفت منطقة في لبنان، وقد التزم حزب الله علنا بأن الاعتداء على لبنان يعني أن يقابل بالرد المناسب، وبالتالي أعلن حزب الله بأنه رد بمجموعة صواريخ على العدوان الذي اعتدت به إسرائيل. ويجب أن تفهم إسرائيل أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفي حساباتها فيها، وليس محلا لتختبر قدراتها وتستفز أو تقوم بإجراءات تدريبية أو عملية لمشروع تفكر فيه. لبنان ساحة مصانة ومحفوظة، وعلى إسرائيل أن تفهم بأن عليها أن تبقى مردوعة، وإلا فنحن جاهزون للرد. وما فعلناه، ما فعله حزب الله، هو رد على عدوان كل العالم رأى هذا العدوان ولا يمكن أن نسكت عليه. أما هل يكبر هذا العدوان أم لا، فلنرى الأيام القادمة. كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن الأحداث ليست ذاهبة باتجاه التصعيد، مشددا على أن حزب الله لا ينتظر أحداثا حتى يكون مستعدا لأي اعتداء من قبل إسرائيل. حزب الله لا ينتظر أحداثا حتى يكون مستعدا. نحن أعلننا مرارا وتكرارا بأننا مستعدون في أي لحظة إذا حصل أي تطور وأي اعتداء من قبل إسرائيل. لسنا بحاجة إلى حادثة حتى نأخذ احتياطاتنا، لكن لا نعتقد أن الأمور ذاهبة في اتجاه التصعيد. مع ذلك حزب الله جاهز في الميدان ويدافع بكل ثقة وقرار وعزيمة. رد المقاومة الإسلامية في لبنان يعيد اللعبة إلى خانة العام 2006. إسرائيل تدرك أن أوراق حزب الله تعاظمت خلال سنوات لم تستطع خلالها فك شفرة نهج الحزب في المواجهة واختيار الزمان والمكان للرد، وهي تدرك أيضا أن ثمن الحرب سيكون باهظا وربما ستتسع لتشمل كامل المحور، ولا سيما أن طعم الهزيمة في غزة لا يزال الإسرائيليون يتذوقون مرارته. أغاري داندش. سنوات طويلة من المواجهة لم تجعل العدو أكثر فهما لنهج حزب الله في التعاطي. الرد وعدم الرد سلاح تجيد المقاومة استخدامه في الداخل والخارج. اعتقد الإسرائيليون أن عيون المقاومين ترصد الداخل اللبناني المتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هم يعلمون جيدا حجم الضغوطات الخارجية التي تمارس على المقاومة بأدوات لبنانية حينا وغربية مباشرة أحيانا أخرى. جربوا كسر قواعد الاشتباك التي أرساها حزب الله بالدم والنار منذ حرب تموز عام 2006، فاستخدموا سلاح الجو وقصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع خالية في عمق الجنوب اللبناني. الرد جاء بعشرات الصواريخ، تبنت المقاومة عملية إطلاقها على مساحات مشابهة في داخل الأراضي المحتلة في مزارع شبعة. رسالة تفهمها إسرائيل جيداً، هنا لا مجال للتلطي بالمتغيرات الداخلية والخارجية. رسالة مفادها أن المقاومة تعرف أيضا الواقع المتأزم في الداخل الإسرائيلي. استراتيجية أتقن المقاومون استخدامها على مدى أعوام، تطال المجتمع الإسرائيلي في قلب مخاوفه الدائمة من تعاظم قوة حزب الله وتوعد أمينه العام بإبقائهم على رجل ونصف.
يحاول رئيس وزراء العدو نفتالي بنت أن يقول للإسرائيليين إنه يملك زمام المبادرة شمالاً، لكن رده يبقى في إطاره المحدود. هو يعلم أن ثمن الحرب سيكون باهظاً، وأن الحرب هذه المرة وإن حملت عنوان المواجهة مع حزب الله، إلا أن مروحتها ستتسع لتشمل كامل المحور، وطعم الهزيمة في غزة لا يزال الإسرائيليون يتذوقون مرارته. لم تستطع إسرائيل واستخباراتها ومراكز أبحاثها فك شفرة نهج حزب الله في المواجهة واختيار الزمان والمكان للرد، وفي هذا تلتقي مع أعداء الحزب في الداخل اللبناني الذين لم يتعلموا منذ الثمانينيات أنه يتقن سياسة ضبط النفس بنفس القدر الذي يبرع فيه في الرد وإرساء قواعد المواجهة. لم تنجح إسرائيل يوما في جذب المقاومة إلى حلبة تكون هي المايسترو فيها. هي تدرك أن أوراق حزب الله تكاثرت وتعاظمت خلال سنوات، تراهن على حصار الخارج وضغوطات الداخل لتحقيق ما عجزت حروبها الكثيرة عنه. من هذا المنطلق يأتي الرد اليوم ليعيد اللعبة إلى خانة عام 2006، هي خانة خططها صواريخ المقاومة وسواعد مجاهديها. أوغاريد دندش، الميادين. هذا وتولت ردود الفعل المباركة والمرحبة باستهداف المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع الاحتلال الإسرائيلي. أبرز هذه الردود في التقرير التالي. حركة حماس كانت أول المباركين للمقاومة الإسلامية في لبنان باستهدافها مواقع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت إنها ثبتت بذلك معادلة القصف بالقصف وكسرت المعادلات التي حاول العدو فرضها. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي التمسك بالمقاومة سبيلا وحيدا في مواجهة المشروع الصهيوني في كل فلسطين والمنطقة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أشادت بفعل المقاومة ورسالتها النارية التي تؤشر بأن أي تجاوز للخطوط الحمر يعني الحرب بكل تداعياتها وفق بيانها. وفي السياق اعتبرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إن رد المقاومة سيفرض معادلات جديدة يحسب لها العدو ألف حساب قبل أن يفكر بارتكاب أي حماقة. الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية أبو مجاهد شدد على أن الرد القوي من المقاومة وضع قيادة العدو في حالة تخبط. كتائب حزب الله العراق بدورها باركت للمقاومة ردها على مواقع الاحتلال الإسرائيلي ودعت الشعبين العراقي والسوري لرد الجميل إلى أبناء لبنان البررة. وإلى اليمن، حيث بارك المكتب السياسي لأنصار الله للمقاومة ردها الشجاع والمشروع على اعتداءات العدو الصهيوني الأخيرة. أما جبهة العمل الإسلامي في لبنان فأكدت دعمها المطلق للمقاومة في كل الخيارات التي تردع هذا العدو عن التمادي بعدوانه. وفي لبنان أيضا وصفت حركة الشعب رد المقاومة بالمدروس وبأنه منع العدو من تغيير قواعد الاشتباك. وفي الولايات المتحدة دانت وزارة الخارجية رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفة في الوقت نفسه أنها تشجع بقوة الجهود للحفاظ على الهدوء بين لبنان وإسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس قال إن واشنطن على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين بخصوص الهجمات الصاروخية، ودعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل حركة قوات اليونيفيل وفقا للقرار الأممي 1701. إلى فلسطين المحتلة، حيث أفاد مراسل ميادين في غزة بتصدي المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع. مراسل ميادين لفت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ موقع الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع. من جهته نشر جيش الاحتلال مشاهد لغاراته على القطاع وقال أنها استهدفت مواقع للمقاومة. وفي نابلس، شيع أهالي بلدة بيتا جثمان الشهيد عمار دويكات الذي ارتقى إثر إصابة في صدره برصاص جنود الاحتلال في جبل صبيحة، وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس قبل التوجه إلى بلدة بيتا جنوبا، وسط هتافات غاضبة تطالب بالرد على جرائم الاحتلال. وكان في استقبال جثمان الشهيد آلاف المواطنين الذين أكدوا المضي على درب الشهداء ومواصلة الكفاح حتى زوال الاحتلال.
وكان قد أصيب 10 الشبان بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز السام التي أطلقها جنود الاحتلال خلال الفعاليات نفسها في بلدة بيتا جنوب نابلس. خلصت أستاذ أروح. وللمزيد حول هذه الأحداث ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر صباح الخير، هل أطلعتنا على تفاصيل ما حصل في بيت أكن ذلك خلال تشييع الشهيد عماد دويكات أو من اعتداءات أخرى على الشبان في بيت وفي جبل صبيح؟ صباح الخير مايا. لا تزال قوة الاحتلال عالقة على جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة. مسيرة الجمعة في بيتا كانت مسالمة تماما، لا يوجد أي قطعة سلاح، ولكن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بالرصاص الحي والمعدني، أوقع إصابات كثيرة وأوقع الشهيد الذي خلف وراءه 5 طفلات. بالإضافة إلى ذلك على الأرض لا تزال قوات الاحتلال تنتشر، تخشى من تصاعد الانتفاضة وانتقالها من مكان لمكان. التوتر يشمل الخليل، بيت لحم، طريق الخليل، القدس، بيت أمر، ويشمل باقي مناطق القدس والضفة الغربية. هذا إن دل على شيء يدل على أن قوات الاحتلال حاولت أن ترفع معنويات جنودها من خلال الاعتداء على المسيرات الشعبية والجماهيرية في الضفة الغربية، خصوصا أن جميع الإسرائيليين بدأوا يعلقون بشكل ساخر على ردة فعل إسرائيل تجاه حزب الله وصواريخ الكاتيوشا أمس. يدرج هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه بالتفصيل لو سمحت ناصر. أسألك عن ردود فعل ربما كانت من الإعلام الإسرائيلي أو حتى من القيادة في إسرائيل حول ما حصل أمس على الحدود الشمالية. القيادة الإسرائيلية الرسمية صامتة تماما. الصحفيين تندروا وسخروا من جيش الاحتلال. قال برجر في قناة كان كتب على تويتر بأنه حكومة إسرائيل تقول إن حزب الله خائف وحماس خائفة، ولكن الأردن ومحمود عباس غير خائفين وغير مرتدعين، وبالتالي عليهم على إسرائيل تكثيف الهجوم على الأردن وعلى عباس، وهي إشارة ساخرة على أن إسرائيل تهرب من أي مواجهة عسكرية. هذا أقل ما يقال عن مواقع التواصل الاجتماعي. سلاح طيران عند الاحتلال غار على غزة أيضا في نفس الإطار لرفع معنويات المستوطنين ورفع معنويات الإسرائيليين، لكن بشكل عام بالأمس صواريخ الكاتيوشا من لبنان تركت بصمة على المقاومة الفلسطينية وبصمة سلبية على الاحتلال. شكرا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين، كنت معنا من بيت لحم. إلى ذلك أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن استعراضات الاحتلال واستهدافاته لن ترهب شباب قطاع غزة أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة. وأضاف برهوم أن إصرار شباب القطاع ببالوناتهم الحارقة على استهداف مغتصبات الغلاف إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع. وفي إيران استقبل الرئيس إبراهيم رئيسي عددا من قادة حركات المقاومة في المنطقة، لقاءات أكد فيها الرئيس الجديد استمرار دعم المقاومة في وجه الاستكبار. بعد يوم على تسلمه منصبه كرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى إبراهيم رئيسي وفودا من قيادات المقاومة في المنطقة. الرئيس الإيراني الجديد أكد خلال لقائه الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن الأمل الذي أحياه حزب الله في قلوب الشعوب أعزز من صمودها. وخلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أشار رئيسي إلى أن الحشد الشعبي يمثل سنداً للأمن والتطور في العراق ضد المؤامرات وخطط الغرباء، مضيفاً أن بركة دماء شهداء المقاومة ولا سيما الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تجعل من علاقات البلدين أكثر قوة. وفي اللقاء الذي جمع رئيسي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صرح الأخير معبرا: نقدم بكل فخر انتصار عملية سيف القدس إلى رئيس إيران الجديد وإلى شعبها.
كما استقبل الرئيس الإيراني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، حيث أكد رئيسي خلال اللقاء أن معركة سيف القدس جعلت إسرائيل عاجزة أمام قوة المجاهدين وصمود الشعب الفلسطيني، فيما أعرب النخالة عن ثقة الحركة بنهج إيران في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. في المقابل، حمل وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع إيران حملتها مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط في بحر عمان أدى إلى مقتل شخصين. ودعا الوزراء في بيان مشترك جميع الفرقاء المعنيين إلى الاطلاع بدور بناء بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. إلى ذلك، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إنها عرضت أدلتها على أعضاء مجلس الأمن حول مسؤولية إيران عن الهجوم الذي طال السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، كما قالت مضيفة أن مثل هذه الأعمال قد تهدد الملاحة البحرية. الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان يهدد الملاحة البحرية. نحن نفضل الحوار الدبلوماسي، لكن إذا لم تستجب إيران لنداءات الحوار فسنبحث سبل تحميلها تبعة عملها. في المقابل، جددت نائبة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهرة إرشادي جددت رفض هذه الاتهامات التي رأت أنها محاولة إسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائم تل أبيب. وأكدت إرشادي أن القوات الإسرائيلية هاجمت في أقل من عامين 10 سفن تنقل النفط إلى سوريا، متعهدة برد إيران على أي عدوان يطالها. في أقل من عامين هاجم النظام الصهيوني 10 سفن، وهو يواصل تهديد الوقح باستخدام القوة ضد الدول الإقليمية. فبالأمس أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي هدد باستخدام القوة ضد إيران. إيران تحذر مرة أخرى من أنها ضد مثل نزعة المغامرة وسوء التقدير هذه، وهي لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها وتأمين مصالحها الوطنية. إلى سوريا، حيث أفادت وكالة سانا بأن القوات الأمريكية في شمال البلاد نقلت 40 مسلحا تابعين لنظام أو لتنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى قاعدة الشداد الأمريكية في محافظة الحسكة. سانا نقلت عن مصادر قولها إن من بين مسلحي داعش زعيم مجموعات تجسس في التنظيم وخبير تصنيع عبوات ناسفة. وأوضحت أن الجيش الأمريكي نقل خلال الأشهر الماضية العشرات من عناصر داعش من سجون مدينة الحسكة التابعة لقصد إلى المناطق التي يحتلها في سوريا، وسلحهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش السوري والمرافق العامة. ومعنا من الحسكة الصحفي أيهم مرعي. صباح الخير أيهم، وماذا في تفاصيل هذا النقل لمسلحي داعش من قبل القوات الأمريكية؟ صباح الخير مايا. صحيح، يعني نبدا بنهايه هذا الخبر، ان هذه المره هي ليست الاولى بطبيعه الحال. هناك يعني العشرات من مسلحي داعش تم نقلهم يعني من قبل القوات الامريكيه المتواجده في هذه المنطقه. هذا النقل عاده يتم بطريقتين، اما عبر مروحيات يتم نقلهم من سجون، هي 3 سجون رئيسيه في الحسكه بطبيعه الحال، هو سجن غويران وسجن الصناعه وسجن ما يسمى ايضا الدفاع الذاتي، وهي تحوي تقريبا ما يقارب 60 الى 70% من معتقلي تنظيم داعش لدى قسد. هذا النقل يتم كما قلنا عبر مروحيات او برا. يعني عمليه النقل التي حصلت مؤخرا هي جرت على مرحلتين، المرحله الاولى كانت عبر النقل بالمروحيات، والدفعه الثانيه كانت عبر النقل برا الى قاعده الشدادي. ربما الغايه من النقل لقاعده الشدادي هو قرب هذه المدينه من الحدود العراقيه، ووجود طريق بري يربط مدينة الشدادي بالحدود العراقية السورية. وبالتالي كما كان يعني دائما يتحدث لنا مصادر ميدانية سورية أنها ترصد هذه العمليات، وأن ما يحصل هو أنه نقل وزجهم بمعارك ضد الجيشين السوري والعراقي. ويعني الغاية من هذا النقل هو نقلهم كمرحلة لاحقة إلى الحدود السورية العراقية. يقولون دائما، تقول المصادر دائما، الهدف هو أن الولايات المتحدة تريد ذريعة بأن تنظيم داعش مستمر وأن خطره لا
زال حاضرا، وبالتالي تريد مبرر للبقاء في سوريا او العراق، وهذا المبرر يتم عبر نقل مسلحي داعش من يعني السجون في محافظة الحسكة باتجاه الحدود السورية العراقية لتنفيذ هذه المخططات. مايا، والكلام هنا بطبيعة الحال للمصادر الميدانية السورية، تكرر دائما هذه الرواية وتقول انها ترصدها بدقة، وكل الهدف الرئيسي هو كما قلنا يعني اثبات ان تنظيم داعش لم ينتهي، وبالتالي الولايات المتحدة تريد ذريعة للبقاء في هذه المناطق. الصحفي إيهام مرعي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الحسكة. هذا وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نقاط احتلالها في سوريا إلى تثبيت واقع غير شرعي يقوم على إنشاء معابر حدودية غير شرعية لفرض فصل بين بغداد ودمشق، وتدعم خطواتها هذه بسرقة النفط السوري لإضعاف دمشق خدمة لأهداف إسرائيلية. رضا الباشا. إلى معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق تتجه حاملة النفط السوري المسروق من حقول رميلان والعمر بحماية أمريكية. سرقة موصوفة تفتقد لأدنى حدود الشرعية الدولية، تصل إلى معابر حدودية غير شرعية تسعى واشنطن لتثبيتها بما يضمن تثبيت احتلالها لأراض سورية إلى جانب حرمان دمشق من مواردها الطبيعية. سلوك أمريكي يشكل عامل ضغط لإرغام الدولة السورية على تقديم تنازلات سياسية لضمان أمن إسرائيل. السياسة الأمريكية في سرقة النفط السوري تعيد إلى الذاكرة وثيقة مسربة تتضمن كتابا من الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، تفوض رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كهانة تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي. في تموز يوليو 2019 سربت الوثيقة، وبعدها بأيام أكد كهانة أن الهدف منع دمشق من الحصول على نفطها، وهنا تتقاطع المصالح والأهداف بين واشنطن وتل أبيب. الأولى حرصت على منع عودة الحدود الشرعية بين دمشق وبغداد إلى طبيعتها، فأقدمت على احتلال المنطقة الحدودية وإغلاق معبر اليعربية إلى جانب قطع مسار سكة القطار الواصلة بين سوريا والعراق بهدف ضمان عزل دمشق عن طهران، في حين تسعى تل أبيب لضمان حرمان سوريا من نفطها ومواردها الطبيعية لضمان بقاء الدولة السورية في ضعف يمنع عودتها للعب دورها الإقليمي الذي طالما شكل حجر عثرة في وجه السياسات الإسرائيلية على مدار 7 عقود من الصراع. سياسة أمريكا في سرقة النفط السوري والتسريبات الصحفية التي تؤكد نقله إلى إسرائيل لا يمكن فصلها عن إصرار إدارة البيت الأبيض في دعم ميليشيا قسد الباحثة عن تشكيل إدارة ذاتية لها شرق الفرات. سياسة أمريكية تلبي تطلعات إسرائيلية تنفذها أدوات محلية تهدف لإضعاف دمشق بهدف كسر إرادتها. رضا الباشا، حلب، الميادين. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى الملف التونسي. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن المحاولات الرامية إلى إرباك العمل الذي يقوم به لن تنجح، مؤكدا العزم على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لتونس. الرئيس التونسي جدد التزامه بأحكام الدستور وخلال أداء المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة اليمين الدستورية، وجه سعيد انتقادات إلى الحكومة السابقة والقائمين على الشأن العام بالتهاون وبعدم احترام حقوق المواطنين. هذا وكان سعيد قد رفض الدعوة التي وجهها مجلس شورى حركة النهضة إلى الحوار، مؤكدا ألا حوار إلا مع الصادقين. كلام سعيد يتزامن مع حديث في الكواليس التونسية عن أن الحرب ضد رموز الفساد الاقتصادي والسياسي باتت جاهزة بالملفات، وأن الأيام المقبلة قد تشهد بداية التحقيقات مع شخصيات كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة. عماد شطارة. لا مجال لقمحا مسرطا ولا مجال لأي حوار به خلايا
مسرطنة. الرئيس قيس سعيد يختار أن يوظف اللقاء مع مدير ديوان الحبوب من أجل توجيه رسائل سريعة الرد إلى حركة النهضة على دعوتها الأخيرة إلى الحوار والرجوع إلى تفعيل المؤسسات الديمقراطية للبلاد، مؤكدا ألا عودة إلى الوراء مهما ارتفع سقف الضغوطات. أريد أن أقول للرأي العام التونسي اليوم، تعرفون الشعار خبز ماء وفلان لا من وقت الوزير الأول الأسبق في السبعينات، خبز ماء ولا مجاله للرجوع إلى الوراء. من ردود فعل انتقامية من شأنها أن تقايض التونسيين في أمنهم الغذائي واستقرارهم يحذر الرئيس قيس سعيد، تحذير يتزامن مع حديث في الكواليس عن أن الحرب ضد رموز الفساد الاقتصادي والسياسي باتت جاهزة بالملفات، وأن الأيام المقبلة قد تشهد بداية التحقيقات مع شخصيات كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة. من أخطأ يجب أن يحاكم بغض النظر عن من يكون، ليس هنالك استهداف لإسلامي أو يساري أو يميني، كل من أخطأ وكل من ارتكب جرما بحق الشعب وبقوته وشجع الفساد وقام بارتكاب الجرائم بحق هذا الشعب يجب أن يحاسب. بحسب مراقبين فإن زمن المبادرة للحركة الإسلامية ولى وانقضى، كما أن تجربة استعداء الدولة لن تتكرر في ظل التوجه للمحاسبة على الجرائم التي ترتكب بحق البلاد. رغم ضغوطات الخارج ونداءات الداخل، يصر الرئيس قيس سعيد على المضي قدما في الحرب على الفساد بنفض الغبار عن الملفات والجرائم المخفية وضرب المخالفين بسلاح القانون والقضاء الناجز. عماد شتارة، تونس، الميادين. وفي المواقف قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي غسان بوعزي إن تونس تحت حكم النهضة أرسلت العدد الأكبر من الشباب إلى سوريا وهذه ليست صدفة. الرجل أكد في تصريح للميادين أن مطلب الشباب التونسي بعد 10 أعوام لا يزال العمل والحرية والكرامة. مطلب الشباب التونسي اليوم بعد 10 سنوات من 17 ديسمبر 14 جانفي هو نفسه، شغل، حرية، كرامة وطنية. لم يتحقق شيء، هذا هو مطلب التونسيين والتونسيات، وهذا مطلب الشباب التونسي، الكرامة في بلادهم، أنه يعيشوا في بلادهم كريمين، أنه يقضى على الفقر، أنه لا توجد محسوبية وفساد، أن تكون بلادهم مستقلة غير تابعة لا تخدم أجندات يعني مشبوهة خارجية، خاصة أجندات أمريكية وصهيونية في علاقة بالإقليم وبالمنطقة. يريدون بلادهم هكذا. اليوم هذه إنجازات حركة النهضة بعد 10 سنوات. ليست صدفة أن تونس تكون من أكثر الدول تحت حكم حركة النهضة التي أرسلت شبابا، وأقول أرسلت شبابا، إلى بؤر التوتر وإلى سوريا من أجل التدمير. نعم، ليست صدفة أن ذلك صار في عهد النهضة. في المقابل أكد العضو الشبابي في حركة النهضة يحيى بن عبد الله في تصريح للميادين أن الخطابات ضد النهضة هي خطابات تخوين. بن عبد الله قال إن على الجميع في تونس العودة إلى طاولة الحوار لأن تونس تستحق ذلك. حركة النهضة في النهاية معنية بذات المواقف التي تم صياغتها وإعلانها إلى الرأي العام في بيانها الأخير في مجلس الشورى، والتي تضمن كثير من النقاط. أهم هذه النقاط أننا نشهد خرقا للدستور وتجاوزا لمجموعة من الصلاحيات للسيد رئيس الجمهورية، ولكن في النهاية يجب أن نؤسس إلى ثقافة ديمقراطية وإلى حوار وطني، ويجب أن يتحمل كل الأطراف الفاعلين في البلاد مدنية أو سياسية أو سلطة ثلاثة من بينها حزب حركة النهضة والسيد رئيس الجمهورية وبقية القوى الديمقراطية في البلاد المسؤولية الكاملة للعودة إلى طاولة الحوار. وتونس تستحق أن يتحاور الجميع من أجلها، والشعب التونسي الذي خرج في 25 جويلية وخرج قبل ذلك قبل 10 سنوات. إلى أفغانستان، حيث أعلنت حركة طالبان قبل بعض الوقت عن سيطرتها على ولاية نمروز قرب حدود إيران وولاية جوزجان قرب حدود تركمانستان. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن استمرار المعارك مع الحركة في أكثر من 15 محافظة، وتحدثت عن مقتل أكثر من 385 من عناصر طالبان في عمليات الجيش الأفغاني. وأعلنت كذلك عن مقتل حاكمي منطقة أرشي في قندز وولاية
نمروز والمعينين من قبل طالبان في غارات. ومعنا من كابول موفد الميادين إلى أفغانستان محمود واثق. محمود مرحبا بك، وهلا أطلعتنا أكثر على آخر التطورات الميدانية خصوصا مع سيطرة عناصر طالبان على مناطق قريبة جدا من الحدود الإيرانية. نعم بالفعل، يعني هناك تقدم كبير لمقاتلي حركة طالبان في عدد من مراكز المدن الأفغانية. هناك سيطرة شبه كاملة على مدينة غرنج وهي عاصمة أو مركز ولاية نيمروز في جنوب غرب أفغانستان وقرب الحدود الإيرانية. وهذه المدينة يمكن القول بأنها أول مدينة أو عاصمة محافظة تسقط بيد حركة طالبان، لكن السلطات الأفغانية هنا في كابول يقولون بأن المعارك لا تزال مستمرة في محيط المدينة وأن هناك غارات مكثفة على مواقع طالبان داخل المدينة وخارجها. لكن كل المعلومات تشير إلى المسؤولين الحكوميين في الولاية هربوا إلى الحدود الإيرانية، وبالتالي بات طالبان تسيطر بشكل كامل على هذه المدينة. في شمال أفغانستان تحديدا في مدينة شبرغان وهي عاصمة ولاية جوزجان، معقل الزعيم الأوزبكي الجنرال عبد الرشيد دوستم الذي كان من قادة المقاومة ضد حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي. هذه المدينة الآن تقول طالبان بأنها باتت تسيطر على أجزاء كبيرة منها وأنها استولت على السجن المركزي وبعض المقرات الحكومية فيها. وإذا سقطت هذه المدينة أيضا ستكون ثاني مدينة مركزية تسقط بيد حركة طالبان خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الدفاع الأفغانية تتحدث من أن المعارك مستمرة في أكثر من 15 ولاية أفغانية وأن المئات من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيبوا في الغارات الجوية التي تنفذها القوات الأفغانية. الوضع الأمني بشكل عام يتجه نحو مزيد من التدهور في ظل مطالبة سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هنا في كابول رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا لأسباب أمنية. ويبدو أن الاستراتيجية لدى حركة طالبان الآن خاصة بعد تعثر المفاوضات أن هناك زحف كبير نحو مراكز المدن للضغط ربما على الحكومة الأفغانية. شكرا لك محمود واثق موفد الميادين إلى أفغانستان. إلى ذلك حذر مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة من تحول بلاده إلى مرتع للإرهاب في حال إسقاط الدولة، متحدثا عن استعداد الجماعات الإرهابية للانتقال من سوريا إلى أفغانستان. جل اهتمامنا ألا تتحول أفغانستان إلى مركز للإرهاب. سمعنا أن الإرهابيين يستعدون للانتقال من سوريا إلى أفغانستان، وهم يبحثون دائما عن معقل يمكنهم من شن الهجمات على الدول، ومن المهم أن يعي المجتمع الدولي ذلك. بدوره قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزا خلال الجلسة أن الوضع المتدهور في أفغانستان يثير قلقا متزايدا، مشيرا إلى أن احتمالات انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية باتت حقيقة صارخة. إن الوضع المتداور في أفغانستان يثير قلقا متزايدا، مع انسحاب القوات الأجنبية تبدو التوقعات قاتمة. من الواضح أنه ما من حل عسكري للوضع الأفغاني، ولكن في الوضع الحالي نظرا لغياب التقدم على مسار المفاوضات فأن احتمالات انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية كاملة وطويلة الأمد للأسف هي حقيقة صارخة. في هذه الأثناء شنت طائرات روسية ضربات جوية ضد قواعد ومستودعات عسكرية مخفية للعدو الافتراضي ضمن تدريبات تجريها بالمشاركة مع القوات الأوزبكية على الحدود مع أفغانستان. الجيش الروسي نشر لقطات لطائرات روسية تحلق فوق قاعدة ترمز العسكرية في أوزبكستان مع انتهاء مرحلة المناورات العسكرية المشتركة، فيما تأتي هذه المناورات مع قلق البلدين من امتداد تدهور الوضع الأمني في أفغانستان إلى آسيا الوسطى. فيلم
المقابل اختتمت التدريبات العسكرية المشتركة جيل سبيريت في جورجيا التي شارك فيها أعضاء الناتو وحلفائه لعرض المهارات العسكرية. جنود من 15 دولة في الناتو شاركوا في المناورات على أراضي أوربول العسكرية بالقرب من العاصمة تحت عنوان اختبار عمليات حفظ السلام والدعم بين الدول. وكانت رئيسة جورجيا قد أكدت أهمية هذه المناورات في سبيل تعزيز التعاون بين أعضاء الحلف. جورجيا تتحرك بلا كلل وبتفان كبير نحو الهدف المختار وهو تكامل الناتو. في هذا المسار الصعب والمسؤول من المهم التعاون مع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة والتوافق معهم. في اليونان تكافح طواقم الطوارئ لوقف حرائق الغابات من الانتشار إلى المزيد من البلدات. وحاول المتطوعون والسكان حماية منازلهم وإنقاذ الحيوانات المهجورة حيث غذت الرياح الحارقة الحرائق في جميع أنحاء اليونان اليوم الرابع. وعادت حرائق الغابات في أثينا على سفوح جبل بارنيثا من جديد حيث اضطر السكان إلى المغادرة مرة أخرى بعدما عادوا إلى منازلهم. قبل ختام النشرة نبقى مع فريق سكيت غزة الذي يسعى بشغفه الرياضي إلى القفز فوق جدران الحصار والوصول للعالمية. التفاصيل مع زميل عبد الكريم عودة. فكرة قدومنا إلى قطاع غزة هي ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن سنوات طويلة من التفكير في التضامن مع إخواننا وأصدقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، لأننا منذ زمن ونحن ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها أعدل قضية في العالم. بعد العدوان الإسرائيلي والأجواء اللي احنا كنا بنعيش فيها الرعب والخوف في غزة والتأثير اللي صار فينا، رغم هيك يعني أول ما سمعنا أنه أصدقائنا الإيطاليين بدهم يجوا على غزة ويكملوا حديقة التزلج، بما أنه احنا لنا سنين بنحلم فيها ووقفت هي سنة ونص بسبب كورونا والإشي هذا، لكن احنا قديش تأثرنا من الحرب، قديش احنا فرحنا. عند الحديث عن الحق أنا لا أتحدث فقط عن حق الرياضة أو بعض الرياضات التي تتحدثون عنها، أنا أتحدث عن الحق الكامل في كل شيء في مناحي الحياة، حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة كريمة تصون حقوقه كالتي يعيشها باقي أفراد العالم، حق أهالي قطاع غزة أن يعيشوا بحرية والمساهمة في رفع الحصار والجدار وفتح المعابر المغلقة. هذه الرياضة بالنسبة إلي أنا شخصياً واللي أنا ربيت فريقي على هذا الإشي، إن أنا مش ماخذها وقت ترفيهي في حياتي، لا أنا ماخذها إشي أساسي لأنه هي رياضة جديدة في غزة، والإشي الأساسي اللي إحنا بنحلم فيه أكتر من حديقة التزلج إن إحنا نورجي العالم كله، يعني نشارك في بطولات محلية أو دولية ونرفع علم فلسطين في الخارج. إنهم فتية وشباب أقوياء في ممارسة هذه الرياضة، فمن خلال القليل من اللقاءات معهم تمكنوا بسرعة من اكتساب المهارات اللازمة لأداء هذه اللعبة، ومنهم من بدأ يخطو باتجاه النجاح. أؤكد لك أنهم جاهزون وعلى قدر المنافسة في المنتديات والمحافل الدولية. أما ختم النشرة فمع الاكتشاف اللافت للمتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية كونيست، وهو أن العظام الأحفورية البالغ عمرها 148 مليون سنة التي اكتشفت في تشيلي عام 2014 تمثل الهيكل العظمي لجد التمساح الحديث. وأكد باحثون أن التمساح المكتشف يمثل مرحلة حاسمة في تطور التماسيح، وقالوا أن العظام تمثل خطوة في هذا التطور عندما بدأت الزواحف في غزو النظام البيئي البحري في باتاغونيا، وفي منطقة وهي منطقة عفوا تتكون في الوقت الحاضر من جبال وصحارى بدلا من المسطحات المائية.
أكبر ثلاثة. ومع هذا الخبر من الأرجنتين نصل إلى ختام هذه النشرة التي كان فيها. صواريخ المقاومة في لبنان تثبت معادلة الردع مع الاحتلال، واشنطن تشدد على الحفاظ على الهدوء، واحتفالات في مناطق لبنانية بعودة المقاومين سالمين. طائرات الاحتلال تشن غارات فجرا على شمال قطاع غزة، والمقاومة تتصدى، والفلسطينيون يشيعون شهيد الاعتداءات الإسرائيلية في بيتا جنوب نابلس. سنتؤكد نقل القوات الأمريكية العشرات من مسلحي داعش من سجون قصد إلى قاعدة الشداد في الحسكة، من بينهم مسؤول تجسسي وخبير متفجرات. استمرار المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في أكثر من 15 محافظة، وكابول تعلن مقتل حاكمي ولاية تابعين لحركة للحركة مع المئات من عناصرها. وكان في النشرة أيضا الرياح تغذي حرائق الغابات في اليونان لليوم الرابع، وفرار الآلاف هربا من لهيبها. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.